نروح للنادي الاهلي كابتن عمرو ونطمن من زميلنا محمد توفيق على اول تمرينه مكتمله العدد منذ نهائي دوري الابطال. زميلنا محمد توفيق معانا، مساء الخير يا محمد واهلا بيك. خلينا نعرف منك اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده مع اكتمال العدد لاول مره منذ نهائي دوري الابطال. مساء الخير الزميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم، واحد من ابرز المدافعين في تاريخ النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي بالطبع وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. وبجدد بقى المباركه ببطوله افريقيا والف مبروك يا رب دايما في انتصارات وبطولات. وزي ما انت قلت يا احمد، دي اول تمرينه والفريق مكتمل الصفوف طبعا بعد عوده الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بالامس، والنهارده كمان عوده السداسي الاخر ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، ومحمود عبد المنعم كهربا. الحمد لله الصفوف مكتمله بشكل تام، ما فيش اصابات باستثناء فقط يعني للاسف محمود متولي يمكن في اخر التمرين امس يعني حصل له جزع في الكاحل. الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبده طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني فضل انه يخوض تدريبات بقى علاجيه لحين تحديد مدى تاثره بالاصابه ومده الغياب عن الفريق. نتمنى باذن الله تكون حاجه بسيطه ومحمود متولي يكون موجود مع باقي اعضاء الفريق في اقرب وقت باذن الله، ويكون عون لزمايله في خط الدفاع خاصه باذن الله خلال الفتره المضغوطه جدا يا احمد. يمكن زي ما انت قلت مستر كولر اتكلم بشكل كبير جدا عن مباراه الحرس مع اللاعبين واكد اهميتها، خاصه انها مباراه هتديك ثلاث نقاط هتوصلك النقطه 65 يعني تنفرد بصداره الدوري العام، وتبقى كمان لسه في رصيدك خمس مباريات مؤجله عن اقرب منافسيك وهو فريق بيراميدز اللي هيكون باذن الله بعد هذه المباراه في المركز الثاني. يمكن النهارده التدريب كان فيه محاضره نظريه للجهاز الفني مع اللاعبين في البدايه، اتكلم طبعا زي ما اتكلم في اليومين اللي فاتوا عن اهميه هذه المباراه وان احنا خلاص تم غلق صفحه نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل تام، احتفلنا وفرحنا بالبطوله ال 11. في مزيد من البطولات جمهور النادي الاهلي محتاجها الفتره الجايه، تركيز في بطوله الدوري حتى وان كان المنافس فيه يعني زي ما بنقول مؤخره الجدول، ولكن يبقى فريق كبير وله احترامه سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين. من بعدها على طول انطلق المران، يمكن طبعا تدريبات بدنيه شاقه جدا، ومن بعدها حالا دلوقتي واحنا معاكم على الهواء في تدريبات بالكره للجهاز الفني وتحفيز بعض الجمل اللي ان شاء الله الفريق يطبقها خلال مباراه حرس الحدود. كمان من اللافتات الطيبه النهارده يا احمد في المران وجود يعني احدى الجمعيات الخيريه ويعني معارض كبير جدا من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، يمكن كابتن سعد الحفيظ يعني سمح لهم بحضور التمرين النهارده واستقبال لاعبي النادي الاهلي ليهم بشكل اكثر من رائع. يمكن موجودين في المدرج الخاص بملعب مختار التتش في الجزيره هنا بيحتفلوا مع طبعا ابطال افريقيا نجوم النادي الاهلي زي ما انت قلت باول تمرين استعدادا لمباراه حرس الحدود والفريق مكتمل الصفوف باذن الله. يعني التدريب وتقريبا قدامنا بنتكلم في 45 دقيقه وينتهي ان شاء الله، كمان بكره في التدريب الاخير هيكون في تمام السابعه مساء، ومن بعدها باذن الله الجهاز الفني يعلن قائمه المباراه واللاعبين اللي هيخوضوا المباراه باذن الله، ومن بعدها يتوجهوا لاحد الفنادق القريبه من استاد الكليه الحربيه اللي هيحتضن المباراه باذن الله في التاسعه والنصف مساء الخميس باذن الله رب العالمين. ومن بعدها على طول بقى برنامج اليوم باذن الله اللي هيحطوا الجهاز الطبي والفني مع بعض وكمان دكتور التغذيه او استشاري التغذيه الموجود مع فريق النادي الاهلي الاهتمام بالمباراه اكثر من رائع يا احمد، زيها زي دوري ابطال افريقيا الجهاز الفني بيولي كل المباريات في هذه الفتره اهتمام زي ما انت قلت حتى حسم المباراه وحسم بطوله الدوري العام يعني فعليا ورقميا باذن الله رب العالمين. بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي الاجواء المعنويات اكثر من رائعه، وباذن الله يعني ابطال افريقيا يحتفلوا كمان مع جمهور النادي الاهلي محليا هنا في مباراه حرس الحدود باذن الله كمان يا احمد ان شاء الله. انا شفت علولو وشفت تاو بس ما شفتش ديانج، هل ديانج شارك في التمرين النهارده؟ لا موجود يا احمد، بطمنك كل اللاعبين المحترفين موجودين في التدريبات باستثناء بس محمد الضو كريستو اللي عنده النهارده وطبعا منضم لمعسكر الفريق الاول التونسي او المنتخب الاول التونسي، عندهم مباراه النهارده في عنابه مع المنتخب الجزائري مباراه وديه فطبعا هو موجود ونتمنى طبعا انه يشارك هيكون اضافه كبيره ليه. طبعا الغيابات المتبقيه كمان اللاعبين النادي الاهلي المنضمين للمنتخب الاولمبي اللي بيخوض حاليا او يعني بيستعد لخوض المنافسات او التصفيات الافريقيه المؤهله ان شاء الله لاولمبياد باريس 2024 موجودين في المغرب طبعا اكثر من لاعب، حمزه علاء الحارس الرابع، احمد نبيل كوكا يعني وبعض اللاعبين كمان المعارين لانديه ثانيه كلهم موجودين في المغرب مع المنتخب الاولمبي، نتمنى لهم طبعا التوفيق والوصول للاولمبياد باستثناء كده هو بس الغائب الوحيد محمد الضو كريستو، ولكن بطمنك جميع لاعبي المنتخب موجودين كل المحترفين كمان موجودين. بنكرر ثاني الغياب بس الوحيد عن صفوف الفريق هو طبعا محمود متولي للاصابه بجزع في الكاحل، وكمان شفنا النهارده في التدريبات واطمنا على اكرم توفيق اللي يعني بيواصل برنامجه التأهيلي والعلاج بشكل اكثر من رائع. نتمنى باذن الله مع بدايه الموسم يكون كل اللاعبين موجودين وباذن الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم واحد كما ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا
زميلنا العزيز محمد توفيق. دي اخبار اول تمرينه للاهلي بعد بطوله افريقيا، تمرينه طبعا يعني مكتمل الصفوف، لانه طبعا كان في عدد من اللاعبين اللي لعبوا مع منتخب مصر مباراه غينيا ومباراه جنوب السودان.